مشاهدينا بعدنا متابعين معكم برنامج نور جديد على قناة نور الشرق، وبنستقبل دكتور غسان حنا. أهلا وسهلا فيك ببرنامج نور جديد. Thank you ريتا، دكتور صار المشاهدين معودين على وجودك معنا وعلى مواضيعك الحلوة كمان اللي دايما بتقدم لنا إياها. موضوعنا اليوم كتير مهم اللي هو عن العائلة. صح، خبرنا بداية شو أكتر مشاكل عم بتعاني منها العائلة بأيامنا الحالية. ريتا بتصور هيدا العصر يمكن أكتر عصر بتعاني فيه العائلة، لأنه الكم الهائل من التحديات اللي عم تواجهها منه هين. يعني اليوم نحن قدام أمور إذا بدك تعرفي، من خلال علماء الاجتماع، من خلال علماء النفس، نحن قدام معضلات اجتماعية، يعني البشرية ما عانت منا بهالمقدار هيدا، ولا بطبيعة الأمور، ولا بطبيعة كمية المشاكل، ولا بعمقة. يعني اليوم هالتحديات، هلا رح نعدد كم وحدة، عم تضرب عميق بقلب العائلة، وبشكل انه عم تسبب تفكك أسري ما عرفته البشرية قبل هلا. يعني بتعرف اليوم العائلة، اليوم العائلة هي مؤسسة سابقة لكل المؤسسات الموجودة، لكل اذا بدك الجامعات الموجودة على وجه الأرض، ان كانت احزاب، ان كانت حتى قبل الاوطان، حتى قبل الاحزاب، حتى قبل الاديان، العائلة هي المؤسسة الاولى الموجودة. ولانه هالقد تكوينا صلب، هالقد تكوينا هو اذا بدك بقلب علاقات الناس مع بعضهم البعض، هي علاقات وجودية. يعني اليوم عند تكوين العائلة، نحن اليوم منولد تتكون عائلة، هي جامعة حب وحياة، وين الأهل الأم والبي بيعطوا حياة لأولاد، وهالقد الانتر ديباندانس، هالقد الارتباط بيكون حيوي وأساسي، بقدر ما عندي مؤسسة هي بتحمل هالقد من الصلابة وهالقد بتدخر من القوة بقلب ارتباط أعضاء بعضهم البعض، بقدر ما التحديات الجاية قوية، بقدر هيدي الصلابة لا أقوى شوي كمان صرنا ريتا، لأنه صرنا قدام تحدي أكبر، إنه هول التحديات صاروا عم بيفككوا العائلة، صاروا عم بيضربوا هيدي الصلابة. عرفتي؟ يعني بالعمق اللي عم تختبره العائلة اليوم هو هالقد شي كبير، هالقد شي بيوجع، هالقد شي بالعمق قادر يسبب إذا بدك مش بس تفكك عائلة بالمعنى، إذا بننظر للعائلة كنوات أساسية للمجتمع، بيسبب تفكك اجتماعي حتى، لأنه وقت تفكك عائلة وراء عائلة وراء عائلة، أنت قدام مشكلة اجتماعية كتير كبيرة. طب دكتور غسان، شو أبرز النقاط اللي عم بتأدي لتفكك هالعائلة؟ اليوم أهم التحديات ريتا، في تحديات كتيرة بتعرفي، بسبب العصر، التقدم اللي صار، بسبب انفتاح الإنسان على أمور مستجدة بحياته، على علامات أزمنة كتير كبيرة قادرة، يعني حولت وجه التاريخ، حولت وجه المود في إذا بدك، حولت نمط حياته للإنسان، غيرت بتركيبة حياته، لا بل غيرت إذا بدك بستركتور، بهيكلية إذا بدك تعطي القيمة مع خيو الإنسان أو بقلب المجتمع. هالهيكلية القيمية صار عندنا تركيبة قيمية جديدة أو مستجدة بسبب التأثير اللي حامله هيدا العصر. من خلال تحديات فينا نعد كم وحدة ريتا، أهم هذه التحديات إذا بدنا نحكي عنها هي الانديفيدياليزم، الانفرادية الفردانية ريت، أو الفردانية اللي بنقول وين كل شخص بقلب العائلة، يعني نحن بقلب عيالنا عم نختبر مشكلة كتير كبيرة، هي وين العائلة اللي هي مفترض تكون نواة هالارتباط الحيوي بين بعضها، بيجعلها نواة وحدة، بيجعلها نواة تواجه مشاكلها مع بعض البعض، جماعة وحدة، قرار واحد، قرار صليب، مواجهة للحياة وحدة، وين العائلة هي الحضن ريتا. إذا الشط أو جنح أو شذ أحد أعضائها، بتكون هي الحضن اللي بيحمل واللي بيتلقى واللي بيدعم واللي بيسند. أور على الأرض عم نشوف ريتا أنه بسبب ما عم بيحمل العصر لقلنا من أمور كتيرة، منا يمكن وسائل اتصال، منا يمكن التحديات، منا يمكن الحضارة، الوجه الاستهلاكي للحياة، الناس عم تركض تعمل شغلة، هالقد هيدي الأمور إذا بدك ضعفت هالعلاقات بين الأعضاء العائلة بين بعضهم البعض، ولحد بمطرح المطارح ريتا صارت معدومة. يعني بالغرب نحن بنحكي، بالغرب إذا بدك برضو علماء الاجتماع بيحكوا عن
إذا بدك عن مش بس ضعفت، في مطارح أصبحت معدومة العلاقات بين أعضاء العائلة، يعني حتى الولد بينسى أنه عنده أهل، الأهل صاروا بالمأوى وما بيعرف وينني وما بيشق علينا وما بيسأل منني وينني، لأنه هالقد مأخوذ بالحياة، هالقد لأنه الحياة صارت السهلة، لأنه هالقد نمط الحياة صار عم بيفرض حاله على الناس، عم بيغير بالذهنيات، وإن أنت كنت قبل بذهنيتك عائلتك هي أولوية وارتباطك العائلة كان هو ارتباط والانتماء لهذا الحضن كان أولوية، اليوم عم تختبري شيء تاني إنه اليوم هذا الحضن صار مفكك، ما عاد أنت أكيد نشكر الله بلبنان بعد ما وصلنا يمكن لهالدرجة اللي كتير متقدمة، ولكن بمطرح المطارح لا عم نعيش تفكك أسري كتير خطير. بقى مشان هيك اللي بدي أقوله ريتا إنه هيدي الانفرادية وين كل فرد من هالعائلة عم يلاقي حاله معزول وكأنه بجزيرة بسبب أو لسبب بسبب أو لسبب آخر، هيدي بتضعف كتير روح العائلة وبتضعف إذا بدك فكرة فلسفة مؤسسة العائلة اللي وجدت لأجلها هي تكون جماعة واحدة متحدة بكل أعضاء. وهيدا بيترتب أكيد على حياة الناس كتير إشياء بالمعنى، يعني ما تقول هالانفرادية منا كلمة بتتم، يعني هيدي بتحمل كتير نتائج وخيمة وسلبية على إذا بدك على المجتمع، على أفراد العائلة، على نمط العلاقة بين الناس، على نوعية العلاقة الإنسان بيقدر يعيشها. بتعرف الإنسان بفردانيته قد في يعيش عزلة، قد في يعيش ضغط نفسي، قد في يعيش إحباط، قد في، بينما أنت ما تكون في مسنودة بقلب جامعة محاطة بجامعة، أنت دايما عندك قوة وعندك سند نفسي وجسدي واجتماعي كتير كبير هائل. نحن بنعرف أهميته، علماء الاجتماع بيحكوا عن أهميته قد هو أساسي. وبتعرفي ريتا يمكن الحل الكبير اللي بنقدر الغرب ياخده ويرجع يبني حاله من جديد إذا كان في أمل، وأكيد في أمل لبناء المجتمعات الغربية، هي نرجع نبني هالعائلة، نبنيها بهالأواصر الأساسية والمتينة اللي ممكن ترجع ترمم العلاقات بين أعضائها وترجع عائلة متكاملة بهوية كل شخص فيها، إن كان الأهل بدور الأب ودور الأم وما يمثل هذا الدور من 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 إذا بدك من من قوة وصلابة ودعم، وإذا بدك وضخ ضخ قد ايه بضخوا معنويات وقيم لأولادهم، وعلى البعد التربوي والثقافي والاجتماعي مع كل هالرول السوسيال اللي بيحملوه الأهل ومع الأولاد اللي عم يتفاعلوا بين بعضهم البعض ومع أهلهم تيكونوا جماعة واحدة عم تواجه مجتمع وعالم فيها الكم الهائل من التحديات. طيب دكتور، شو أبرز النقاط اللي بتخلي العائلة متماسكة ومترابطة مع بعض البعض؟ نقاط كتيرة ريتا. أولا وهذا اللي بدي من قلبي أحمله لمشاهدينا وبشكر ربنا أنه بلبنان بعد ما انفقدت كليا، هو وعينا ريتا، وعي الأهل لرسالة مؤسسة العائلة. يعني أنا أهم شيء أول شيء بدي أبلش فيه وتبلش بأي معطى معين، بقولوا لك علماء الاجتماع أنك أنت وقت تكوني جماعة تقدر تحددي هوية هذه الجماعة وشو طبيعتها وشو رسالتها. هولي هالسلوسة من الكلمات اللي كل وحدة فينا نحكي فيهن ساعات وساعات، بين هدفيتها وبين رسالتها وبين منشأها، هولي بيعطوا لريتا العيلة إذا بدك أتو يعني كل متكامل، إذا بدك من الأدوار ومن القيم من الصلابة بيخليها جماعة وحدة عم توعى لرسالتها وتحققها بكل لحظة وتروح فيها لآخر الطريق. وبتعرفي قدمه مين هالكلمات، حتى هول الكلمات دفعوا البابا القديس جون بول دو يعلن للعائلة بأجمل دوفيز أطلقها بالأنسيكليك تبعه وقتها، بيقول أيتها العائلة كوني ما أنت. تصوري شو يعني كوني ما أنت؟ يعني رجعي لحقيقتك يا عائلة، يعني رجعي لرسالتك. بعد ما قال شو رسالتها هو حكي شو رسالة، سألك أنه قدرت مهم وتتحكي تقولي عن رسالة هالجماعة، طبيعة هالجماعة والأدوار اللي بيحملون والرسالة اللي بيحملها كل عضو هالجماعة. أنت اليوم عندك أنفينيت، عندك لا متناهي من النقاط اللي بتشكل مخزون إيجابي لتوحيد هالعائلة ولتشكل قوة لهالعائلة. من ريتا أنه هالأعضاء بيواجهوا، تنكون عمليين على الأرض، هالأعضاء بيواجهوا مشكلهم مع بعضهم البعض. اليوم أنت بتعرفي وقت تكوني لوحدك عم تواجه مشكلة، مش وقت تكوني محاطة مع حدا ايه هو سند لإلك. اليوم دايما
اللي بيواجه مشكله معينه شو ما كانت طبيعتها، نفسيه، جسديه، ماديه، روحيه، شو ما كانت ريتا، بتركيبتنا نحن الشخصيه اذا بتشوفي بالعلماء النفسيين الاجتماعيين بيركزوا قد ايه الانسان هو، بتعرفي بار ديفينيسيون الانسان هو سيت اون بيرسون با ان انديفيدو. وشو الفرق بين الاثنين؟ بيرسون انه انا ما بلاقي هويه الانسانيه وما بتكامل بانسانيه وما قادر اعيش حياتي، واجه تحديات بحياتي الا بعلاقه مع اخر بتكامل انا وياه. فهيدا التكامل هيدا ان بلس لشخصيتي، ان بلس لوجودي، ان بلس لحياتي. ما قادر واجه، هيدي اقوى قوه بهذا التماسك، هيدي اقوى قوه انا بقدر احققها وقت اكون عم بروح هالقد بعيد اذا بدك بالتواصل وبانه حقق اذا بدك هالمسار السليم وسوي لبناء جماعه يكون فيها كل عضو مشارك بقوه وهو عم بيكون هالقد مؤثر بقلب تكوينها ومشكل لهالجماعه بتكوينها وبقلب بنائها. فاول نقطه هي اعرف انا موقعي بقلب هالعائله، اعرف دوري بقلب هالعائله، شو رسالتي بقلب هالعائله. من ثاني اهم نقطه، اهم النقاط ريتا، هو التفاعل البناء بقلب العائله، التفاعل الانساني البناء، وخاصه بدي اقول هون بين مزوجين التربوي بين الاهل واولادهم. يعني انا اليوم وين بتلقى اول تربيه الطفل وقت يولد بقلب عائله؟ من مين بيتلقى؟ اول الكلمات، اول النصايح، اول الارشادات، اول الوعي. يعني بذور الوعي بتتكون بالطفل مع اهله. صحيح. مع امه، مع بيه، بيشوف اول وجه بيه وامه اللي بيكبر معهم وبيتلقى منهم كل هالامور كانت سلبيه او ايجابيه. مشان هيك هيدي وحده من اهم النقاط، هيدي التربيه، هيدي الثقافه التربويه اللي اذا بدك بتطبع الاهل بطابع مسؤول بتكوين شخصية أولادهم واللي بيضمنوا فيها إذا بدك صلابة هيدي المؤسسة ووقوفها بوجه التحديات، بوجه هالرياح والعواصف اللي عم تنبع عليها للعائلة. صحيح. عندك بعد نقطة ثالثة ريتا وكتير أساسية، هو المصير المشترك. يعني اليوم بقلب عائلة بقلب جماعة واحدة، أنا اليوم بدي أفهم أنا مني متروك لقدري بقلب جماعتي. أنا عندي أم وبي هن مرجع لإلي. هون بتجي فكرة المرجعية ريتا، بتجي فكرة الريبير، بتجي فكرة الريفيرانس، انه هن الأساس. يعني صح الشيء. صح، هن الأساس، لأنه أنت من دونهم ما فيك تبني. يعني اليوم نحن اليوم ليه هالقد فيها هالعلاقة الكويرا إذا بدك المتماسك أو القوية واللي بتشهد لتماسك رائع بين فكرة الزواج وفكرة الكوبل رايح يأسس عائلة وبين العائلة بحد ذاتها، لأنه مثل ما قلت ريتا هون الأساس، هون بتنبنى الأمور. أنا تأبني بناء إن كان شاهق أو واطئ أو شو ما كانت طبيعته، اللي بده يحدد نموه لهذا البناء وكبره وحجمه هو الأساس اللي أنا عم أسس عليه. فمن هون التربية هي واحدة من العناصر والآليات المشكلة الأساسية لبناء هالعائلة ولنموها. وقت أنا ربي عائلة على بعد، على قيم إنسانية، على قيم اجتماعية، على قيم أنا ابني قدامي شخصيات متكاملة، عندي عائلة سليمة. وقتها للأسف ما أعمل هيك ريتا، عندي عائلة مريضة، عندي عائلة علي عندها خطر التفكك، وهيدا تحدي كتير كبير. انت عم تشوف عيال متفكك كمان هلا بالوضع الحالي. صح صح صح. بعد عنا شيء دقيقتين من الوقت، بس بدنا نحكي بطريقه كثير سريعه شو دور الانترنت. يعني بنشوف هلا بالعائله الوحده كل واحد ماسك تليفونه، والاهل ما في تواصل بين بعض بينهم وبين الاولاد. شو هالدور؟ شو حسناته وشو سيئاته؟ ريتا، وسائل الاتصال الاجتماعي هن نعمه. حتى الباب بقول هن وحده من علامات الازمنه اللي جدا مهمه. ما تحكي علامات أزمنة، يعني شيء عم بيعطي للبشرية إذا بدك عم بيعطيها نمط جديد، مستقبل جديد، تطلع جديد، انفتاح جديد هائل. صدقيني الإنسان ما عاد عم بيلحق اللي عم بيعمله هو، يعني عم بيعمل إشي كيلو دي باس، تتجاوزه إشي عم تتجاوزه حتى للإنسان. ولكن هيدي ايجابيات، ايجابيات انها قادره تحمل هالقد الكم الهائل من الايجابيات للتفاعل الحضاري، للتفاعل الثقافي بين الشعوب، للتفاعل الثقافي والحضاري بين الناس، لانه نحمل القيم الانسانيه والاجتماعيه بين بعضنا البعض. ولكن تاختصر،
بالمقابل عندنا كم كمين هائل من السلبيات اللي هو منه سببه ريتا الوسائل الاجتماعية، سببه كيف أنا عم بستعمل هالوسائل وشو عم بستخدمها وكيف عم سخرها. هالمشكلة وهذا التحدي الكبير. يعني أنا اليوم هالوسائل الاجتماعية هي وسائل عم تنقل لي أمور مادة موجودة بين إيدي. شو المادة اللي عم بنقلها؟ إذا كانت هالمادة إيجابية هذه الوسائل عم تحمل إشي إيجابي، ولكن إذا كانت هالمادة سلبية هالوسائل بدها تحمل أمور سلبية. بتعرفي من الانشغالات من الأمور من الأمور الاستهلاكية الموجودة ريتا. يعني اليوم أنت فيك تمضي نهارك كله على الإنترنت وتشوف إشي جديد وما تخلص صح. من دون ما تتفاعلي مع حدا. يعني هالتفاعل عم بيجي ياخذ محل تفاعلك الإنساني مع آخر. سلبياته أنه عم يبعد الناس قراب عن بعضهم البعض، سلبيته انه عم بيكون سبب لانه الناس ما تعود تلتقي مع بعض الله. هذا اللقاء الحي اللي لا غنى عنه، لا يعوض بشيء، للاسف هذا عم نخسره. هذا حامل كثير من القيم الايجابيات والتفاعل، وهون اذا بدك تنقل كل القيم الاجتماعيه والروحيه والانسانيه. واخر سلبيه ريتا اذا بدك اللي هي كثير مهمه، انه هالاشياء عم تحملنا اشياء لا اخلاقيه صحيح. بعيد كثير عن كل معطى انساني او اخلاقي او ادبي او اجتماعي. دكتور حسن حنان، نحن بدنا نشكرك لوجودك معنا ولهالكلام الحلو كمان. لا بالعكس، واكيد بنشوفك بحلقات جديده ان شاء الله. مشاهدينا بريك صغير وبنرجع لكم.